نفذ اللي بقول لك عليه يا سامي. لازم تفتش الضيف اللي جاي قبل ما يدخل لمناع بيه وتخليك جنب الباب. حاضر يا هاني. بس انت كده غلقتيني. هي الخصومه السياسيه هتبتدي ولا ايه؟ استر يا رب. مش قلت لك هيشلوني مع ورا تشيل؟ لحظه من فضلك فتش يا شباب، شوف معاه سلاح ولا لا. يفتش مين؟ همنا يا راجل انت، انت اتعوزت في مخك ولا ايه؟ انت عارف بتكلم مين؟ ايوه انا معايا سلاح، لكن ما اقدرش اسيبه لحد، فهمت؟ ابعدوا عنه يا جماعه، سيدي مناع بيه عم يقول دخلوه بسلاحه، اتفضل يا معلم. قال اسيب سلاحي؟ قال عيل صغير انا اياك. اتفضل. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا قلقانه من البني ادم ده، اتصل بالبوليس. لا طبعا ما اقدرش يا هاني، ما دام مناع باشا ما امرنيش. طب بقول لك ايه يا سامي، ادخل عليهم وفكر مناع بيه بميعاد المؤتمر، وبالمره نشوف ايه اللي بيحصل جوه. ما تقلقيش يا هاني، مناع باشا عنده اجهزه انذار وكذا سلاح في المكتب وفي الخزنه، وهيقدر يحمي نفسه لو حصل حاجه. لا انا مش هقدر استنى اكتر من كده. لا حقك عليا يا سيدي الناس، حقك عليا وما تاخذنيش، انا متاسف لك من الارض للسماء واحب على راسك اهو. يا سيدي ما تاخذنيش حاجه، انت شرفت. معلش يا جماعه ما تاخذنيش، الغلط مردود، فوتكم بعافيه. توكل على الله، مع السلامه، خليك معي قاضي حصاوي. ما تاخذنيش يا ست الكل. ايه لحظه. شش، اعرف غلطته ومشى، شفتي كيف؟ غطمه احسن من نحته. مش ممكن يكون بيخدعك؟ انا عايش في الهم ده من سنين طويله وبعرف كيف امن نفسي. وطلع من العيله اللي بتطردك زي ما بتقول ولا غلطه؟ هي دي اول مره يجيني حد منهم، انا ما جاني منهم كتير، وكل مره بقنعهم انهم غلطانين. تاخديش في بالك انت بس، وهمليني اتصرف وحدي. انت ما تعرفش انا مرعوبه قد ايه، حاسه خلاص ان قلبي هيوقف. سلامة قلبك يا قلبي. نورها؟ نعم. خليها على الله، لازم نلحق ميعاد المؤتمر، وبالمرة في الطريق تراجعي لي الكلمتين اللي هقولهم هناك. أنا مش عارفة هطلع في التلفزيون ازاي، أنا مش قادرة أتلم على روحي. إيه المرار دي؟ حق قالك تتجوز واحد شايل كفنه على يده. تفضل يا معلم همام، تفضل، خش برجلك اليمين. رب يا ساتر. مستورة إن شاء الله، هديك زي ما أنت شايف، وها الشقة فاضية علي، لحد لا ما يروح ولا ما يجي، قاعد فيها واحدة زي قرد قطع. ليه؟ أمال مناع بعتني هنا لمين؟ عشان دي شقة الضيوف العزاز عليه قوي قوي. ضيوف؟ وهو قاعد فين؟ أنا ما أقدرش أقول لك على أي حاجة واصل، لو أنت عايز حاجة تعرفها أعرفها منه هو. يا سيدي لا تقول لي ولا تحد لي. مناع صاحبي يقول لي على كل حاجة. بقول لك يا خيني. خير يا معلم. أنا على لحم بطني من الصبح، ما حطيتش لقمة في خشمي من صبحية ربنا، وحاسس إن أنا هضع من طولي. ما فيش حداكم لقمة تقود بيها. عيب عليك يا معلم، ده أنت ببيت مناع بيه أبو الكرم. وغلى اعمل معاك الواجب لحد ما هو يجي بالسلامه. يا سيدي كتر خيركم، انا عايز لقمه واحده. خمس دقايق بس وتلاقي عندك الحمام والفراخ والسلطه والرز والطماطم. جرالك يا راجل، طلعت لي من الفلوس ولا ايه؟ بقول لك عايز لقمه تقود بيه، هتوكلني حديت. اه الدريفر اللي جه، والله انت حظك في رجليك، عشان ما يقدرش ياخر طلب يطلبه مناع بيه ولا حصاوي بيه. تفضل يا حبيبي. البنطلون اللي انت لابسه بيه. تفضل يا حبيبي، متشكرين قوي. خلي الباقي عشانك. مع سلامه الله. خليك مرتاح لحد لما ارسل لك السفرة. تنص ايه وتهبب ايه؟ خليك مرتاح يا معلم. وسع يدك وسع. هتبص لي في اللقمة ولا ايه؟ تعال اطفح معاي. ابا الف انا بشوفها، انا اكلت السنة اللي فاتت. وفي هذا التجمع العالمي الكبير، والذي ينشر الخير لأهل هذا البلد الكريم، أعلن عن تسخير طاقة المصنع الخاص بي لخدمة الأبحاث العلمية التي تجريها منظمة البيئة، وذلك مساهمة مني في هذا المشروع، وأدعو الله أن يعود بالخير على أهل بلدي صهاج الحبيبة لؤلؤة الصعيد أيام فري هابي. شكرا، ثانك يو فيري ماتش. شكرا شكرا. نشكر رجل الأعمال البشمهندس مناع حسان على مساهمته وحبه لهذا البلد، وأرحب بالخبير العالمي بروفيسور فاي هايزر الذي انتدبته المنظمة للإشراف على المشروع من أجل بيئة نظيفة.
Thank you. I'm here to thank you all in the name of our important organization, of which you see the extent of its activities all over Egypt, for more welfare for Egyptians and a clear environment for humanity. And to thank you all and promise you success. إني هنا لأشكركم جميعاً بالنيابة عن منظمتنا الكبيرة التي ترون امتداد نشاطها في كل ربوع مصر من أجل خير عميم للمصريين وبيئة نظيفة للإنسانية كلها. أشكركم وأعدكم بالنجاح. شكراً على تعاونك مستر مناع. شكراً يا أبو رفص غير وأنا هايزة. الخوف من المسؤولية دليل على تقدير حجم المسؤولية، وده أول خطوة من خطوات النجاح مناع بيه. والله يا باشا موضوع ثقة الناس دي وأصواتهم أمانة بتهيألي أنا مش كدة، وبعدين يعني أنا ملياش في موضوع الظهور والإعلام دي. شوف يا هانم البيت جوزك بيقول إيه؟ عايز يخيب ظننا فيه وينسحب من أولها. ليه كده يا مناع؟ ده أنت كان شكلك حلو وقوي. ها قولي له عشان ما كانش مصدقني. هي الحكاية بالشكل. طب نتكلم في الموضوع ده بعدين، وأنا متأكد إنك هتلاقي الموضوع بسيط. أستأذن أنا عشان عندي مشوار. سلام يا باشا، مع السلامة. باشمهندس مناع، لازم الهانم الجميلة دي مراتك. أنا بروفيسور جاكوب فاي هايزر، خبير عالمي في البيئة والزراعة، والدراسات بتاعتي والأبحاث بتاعتي بتدرس في كل جامعات العالم. أهلاً وسهلاً. أهلاً يا خواجة فرهنزر، مالك؟ واضح أنك تعرضت لحادث مؤلم. للأسف وقعت من على ظهر حصان شاي قوي، سبب لي فكسور كتيرة وسنوات طويلة من الألم. غلطان، كان لازم تاخد بالك برضك، ما هو مش أي حصان ممكن يتركب. بس الحصان لما يبقى أصيل مش لازم الواحد يستعجل في ضربه بالرصاص، لازم نتروى في ترويده. بس لو استمر في العناد بتاعه ملوش غير إنه هو يترمي للأسود يأكلوه حي.